يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتتابعنا في كل مكان. هي الحقيقه مش بدايه حلقه جديده ولا بدايه اسبوع جديد، خلينا نقول عليها بدايه مرحله جديده. يبدو انه الاهلي وجد ضالته في الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، اللي اعتقد انه خبر او اعلان خبر التعاقد معاه لمده سنتين خبر قوبل بارتياح شديد جدا، بحاله من التفاؤل الكبيره جدا وبحاله من الفرحه، رغم ان الراجل الحقيقه امامه وينتظره مهمه شاقه. ولكن يبدو الحقيقه انه الرصيد اللي موجود لموسيماني عند جماهير النادي الاهلي ومشواره الاكثر من ناجح مع سان داونز كان محفز جدا ويبعث على التفاؤل، خصوصا في مشوار الاهلي في افريقيا. الكلام عن موسيماني كتير جدا، ونقدر نقول انه الصفقه دي او التعاقد ده الاهلي قدر يضرب بيه 10 عصافير بحجر واحد. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل، مبروك على النادي الاهلي، وان شاء الله تكون واحده من اهم التعاقدات اللي اجراها النادي الاهلي، مش بس عشان بطوله افريقيا، لكن اعتقد ان موسيماني هيكون صاحب بصمه مهمه جدا وعنده القدره انه يصنع تاريخ جديد مع النادي الاهلي.